انتم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حضراتكم لسه بتسمعوا فانا امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومكملين مع حضراتكم لحد الساعه 10. بس قبل ما نرجع بقى نكمل في موضوع حلقتنا النهارده، حابين نتكلم معاكم بقى على احد المشاريع اللي ناس كتير قوي بتتكلم عليها في الفتره الاخيره، وبقينا نشوف فيها مهرجانات وبقينا نشوف فيها سياحه، والدنيا رجعت تاني في منطقه كانت لفتره معينه كانت الناس بتتساءل هو ليه السياحه مش منتشره قوي في المنطقه دي، وهي منطقه العالمين الجديده. ولكن من الحاجات الجميله بقى انه رجع فيها تاني الرواج السياحي والانشطة الترفيهية والانشطة المائية وحاجات كتير جدا، وده اللي هنعرف اكتر بقى عنه من الاستاذ محمد عمر مدير قطاع التسويق والمبيعات بفندق ريجل هايتس العالمين الجديدة. صباح الفل والجمال على حضرتك. صباح الفل فندم العالمين. صباح خير فندم. صباح الفل استاذ محمد، منورنا والله. الحمد لله بخير. عايزين بقى حضرتك تكلمنا اكتر عن فندق ريجل هايتس، امتى تم افتتاح الفندق؟ الفندق تم افتتاحه يوم 22/8 الشهر السابق طبعا، كان تحت رعايه طبعا افتتاح السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وكان بيصحبه في الافتتاح الملك عبد الله ملك الاردن، والشيخ طبعا محمد بن زايد من الامارات، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق. وده طبعا يعني كان حظنا سعيد جدا ان احنا يمكن اول فندق في العالم يفتح تحوه خمس رؤساء وملوك في نفس الوقت يعني. طب عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن مميزات الفندق. الفندق هو المشروع كله ريجل هايتس، عبارة عن ست ابراج، منهم ثلاث ابراج اللي هم ريجل هايتس هوتيل اللي هو الفندق. الفندق بيتكون من 735 غرفة وجناح وسويت وشاليهات طبعا بتقسيمات مختلفة. عندنا غرف بس الغرف كلها طبعا إطلالة مباشرة على البحر. والثلاث أبراج التانيين عبارة عن شقق بخدمات فندقية كاملة. الفندق هو اللي بيشرف على الخدمات سواء صيانة، تنظيف، هاوس كيبنج، مأكولات، كل حاجة. طيب دلوقتي زي ما احنا عارفين ان يعني موسم الصيف هو اكتر فترة يمكن تكون منطقة العالمين الجديدة بتشتغل فيها، هل في خطة تشغيل لفترة الشتاء؟ طبعا يا فندم، احنا بالنسبة للشتاء الحمد لله طبعا يعني بخلاف بعض الاوقات اللي بيبقى فيها النوات، الجو في الشتاء في منطقة العالمين كويس جدا مقارنة طبعا بالمدن الاوروبية اللي احنا بنحاول نعملها تارجتينج يعني، ونرجع السياحة دي تاني في وقت الشتاء عندنا شمس وعندنا جو كويس في الوقت ده. كمان الفندق بيتميز ان احنا الفندق يعتبر سيتي هوتيل يعني بشكل طولي، فاحنا عندنا كل الخدمات بتاعتنا الموجوده داخل الفندق، مش منتجع يعني مش ريزورت. عندنا المطاعم بتاعتنا، عندنا الكافيهات، عندنا اماكن ترفيهيه. طبعا عندنا اهم ميزه عندنا مش موجوده في منطقه الساحل كلها، ان احنا عندنا حمام سباحه دافئ اندور بول ثرو يعني، وحضرتك في حمام السباحه بتبقي شايفه السماء يعني. فده طبعا نقدر نشتغل بيه في الشتاء كويس. طيب حلو جدا. بمناسبه كلامنا عن السياحه، ايه الجنسيات اللي حضراتكم متوقعين انها تتردد على الفندق بقى بشكل مستمر؟ طبعا اوريدي احنا من ساعه الافتتاح الحمد لله قدرنا يعني نستهدف طبعا قدر كبير جدا من السياحه العربيه عموما يعني، وخاصه دول الخليج العربي طبعا، ودول بيبقوا يعني مهمين جدا بالنسبه لنا في الفتره دي طبعا. واحنا مترجتين طبعا السنه الجايه ان شاء الله السيزون الجاي ندخل الويست يوروب اللي هم الناس بتوع اوروبا اللي هو زي الايطالي والكازاخستاني والارميني والجورجي والبولندي. وطبعا الدول المهمه جدا دي بتشتغل بكم لا باس به على منطقه الساحل والعالمين اللي هم دول السي اي اس اللي هم الاذربيجاني والارميني والحاجات دي كلها. طيب يعني هو طبعا ما فيش احلى من بحر الساحل والعالمين الجديده، عايزين نعرف برضو اكتر لو في خدمات بحريه او انشطه بحريه مقدمه من فندق ريجل هايتس. طبعا احنا عندنا الفندق بيتميز ان احنا عندنا مرسى يخوت هائل يعني فظيع على البحر، والبحر بتاعنا كمان عرضه يعني مساحته حوالي 500 متر. طبعا الشاطئ المياه ماء كريستالي
كان يعني يعني كانه حمام سباحه بالظبط. ده حقيقي. عندنا مرسى ياخوت هايل جدا. وكمان احنا يعني ان شاء الله نجحنا ان احنا نستضيف اكبر بطوله ياخوت اللي هي بتشتغل بالموتور السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شهر 9 دي اول مره تطلع بره امريكا، يعني لاول مره ان شاء الله هتبقى في ريجال هايت في العالمين السنه الجايه ان شاء الله. اوكي، طب عايزين نعرف من حضرتك برضو عن تاثير بقى تشغيل مطار العالمين وعلاقته بالفنادق اللي هتكون موجوده في المنطقه دي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. طبعا تشغيل مطار العالمين هيفرق مع الفندق ومع منطقه العالمين ومنطقه الساحل الشمالي عموما. ان احنا هنقدر نستهدف الجنسيات اللي بتيجي على الديستنيشن الثانيه زي شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم لانهم عندهم مطارات، فهنقدر نشغل داخل المطار الطيران الريجولر والشارتر اللي هو الطيران العارض والطيران الاقتصادي اللي الاجانب يقدروا يجوا عليه بفترات طويله وبعدات كبيره يعني. طيب بالنسبة بقى لسياحة المؤتمرات وكده، احنا عندنا في الاوتيل اكبر قاعة مؤتمرات على طريق الساحل الشمالي كله من اسكندرية لمرسى مطروح تقريبا. عندنا القاعة فيها يعني الطاقة الاستيعابية بتاعتها السيت اب بتاعها بتشيل لغاية حوالي 800 فرد. طبعا القاعة مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والبث والانترنت وملحق بيها طبعا مطعم كبير للسيرفيس على البنك وعلى الجست بتاعنا، فاحنا بنستهدف طبعا القطاع سياحة المؤتمرات بتاعتنا سواء من قطاع الأدوية أو قطاع شركات الأعمال أو قطاع شركات البترول، وده على مدار السنة كلها يعني مش في موسم بالظبط. طبعا احنا يهمنا كمان في الشتاء لان احنا القرار اللي عندنا ان احنا نشتغل في الشتاء بدون انقطاع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اخر سؤال هسأله لحضرتك بقى، يعني حضرتك قلته في النص بس عايزين نوضحها اكتر للمستمعين، كم عدد الغرف اللي موجود في الفندق وايه انواعها؟ يعني حضرتك قلت معظم او كل الغرف بتبقى على سي فيو اللي هي بتشوف بتطل على البحر وفي نفس الوقت في شقق فندقية. بالضبط، احنا احنا دلوقتي فتحنا الثلاث ابراج اللي هم الاوتيل اللي هم ريجال هايت هوتيل اللي هم عددهم 740 غرفه. الثلاث ابراج التانيين اللي هم ريزيدنشال يونت او شقق بخدمات فندقيه هم جاهزين اوريدي خلاص، بس في مرحله دلوقتي خلاص بنسيت اب الفرش بتاعهم والحاجات دي عشان دول قابلين للبيع. احنا عندنا اوض ديلوكس وعندنا اوض بانوراما. بانوراما اللي هي الاوض بتبقى كلها زجاج من اي حته في الاوضه بتقدر تشوف الفيو طبعا والهلاب بتاعنا. وعندنا اكزيكتيف سويت اللي هو غرفتين، وعندنا بانوراما سويت، وعندنا شاليهات طبعا اللي هي بتبقى على الدور الارضي اللي بيفضلها الاسر عشان تبقى اولادهم قدامهم وهم قاعدين في البلكونه بيشوفوهم يعني. لا مشروع عظيم يعني، حضرتك شوقتنا ان احنا لازم نشوف الحاجات دي بعينينا. احنا يعني في انتظاركم ونتمنى كل المصريين يجوا يشرفونا ويقيموا عندنا ويتبسطوا ان شاء الله ويشوفوا مصر وصلت لغايه فين. ان احنا يعني لاول مره بنعمل ناطحة سحاب في مصر وكمان تبقى فندق كمان. ده حقيقي. حقيقي والمنظر بيبان دايما وانت على الطريق رايح الساحل الشمالي، دايما تقول يعني تخيل المنظر حلو من بره اكيد من جوه هيكون احلى واحلى. في حضرتك نورتنا وشرفتنا وشوقتنا كمان ان احنا في يوم من الايام باذن الله نيجي ننزل عندكم في فندق ريجل هايتس باذن الله. يعني الف مبروك على افتتاح الفندق وان شاء الله بقى يعني يتملي بالسياحه بقى في الفتره اللي جايه سواء في الصيف او في الشتاء زي ما حضرتك قلت، هيبقى في خطه تشغيل باذن الله على مدار السنه بالكامل يبقى فيها انشطه لكل بقى السياح. احنا بنرحب بيهم هنا في بلدنا. استاذ محمد عمر مدير قطاع التسويق والمبيعات بفندق ريجل هايتس العالمين الجديده، حضرتك نورتنا وشرفتنا. ميرسي لحضرتك ومرسي على اتصالك واهتمامك. شكرا. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. طول عمر الساحل الواحد بيستغرب ان هو مش وجهة يعني وجهة سياحية، احيانا كان الواحد بيشوف فيه اجانب بس ما كانش بيبقى عليه التركيز بهذا الشكل يعني. بالظبط. وبعدين كمان الناس كانت بتستخسر مكان جميل زي ده يبقى بس 3 شهور في السنة وساعات بيبقى شهرين، انما لما يكون في مكان بجد نقدر ان احنا نروحه على مدار السنة صيف وشتاء يعني مدينة العالمين الجديدة يعني فاهم خلاص مكملة معانا السنة كلها. واحنا مكملين مع حضراتكم لحد الساعة 10 فانا امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنطلع نسمع دلوقتي احمد سعد ايه اليوم الحلو ده ونرجع نكمل معاكوا تاني على طول.